مع المدني مرات نسية ملي بديت الأزمة وهي قاعدة تعمل في مجهودات كبيرة وكبيرة ياسر باش تعاون. نقولها برافو. اليوم باش نحكيو على الغاكيت متاع أونس جبر اللي يظهر لي وصلت العشرة ملايين في مزاد علني باش يمشيو فلوسهم باش تعاون تونس بلي كونسنتراتور ولا بالمعدات الطبية. معنا مدام هاجر دريس ناشطة في مشروع مدني. مرحبا بك. عسلامة. مرحبا شنحوالك؟ عايشك. برافو على اللي تعمل فيه. برافو وانتوما يعطيكم الصحة. انتوما روبير متاعنا وانتوما سي غراس افو اللي الحملة كبرت واللي نعاونوا في عباد ونتنقلوا من بلاصة لبلاصة. سي غراس الاعلام راهو عندك أقل حاجة كل واحد من بلاصته. المرة هذيا خلينا نحكيو على الغاكات بتاع أونس جبر. شفنا الفيديو متاع أونس دارت برشا. أونس أعلنت اللي هي باش تحط المضرب متاعها في مزاد علني بدا من 2000 دينار. بعد الفلوس باش تمشي تتبرع بهم باش تشري أجهزة ولا دي كونسنتراتور ولا معدات. احنا تفاهمنا باش تشري يونيتي كاملة كومبليت ريا خاطر احنا مشكلتنا في تونس ليلي غيا. خاطر انا نعرف ابو بري شنو ناقص. عندي كيلكو زوبيتو نعرف شنو ناقصهم هكا معناها سولون لي ليست اللي عندي معناها. مش معناها انا نعرف معناها بكل تواضع عندي فكره. دونك قلت له ماذا بيك تعمل تشري يونيتي كامله ان شاء الله نخلطوا ان شاء الله. قديش تتكلف اليونيتي يا هجر؟ والله فما من تبدا من 6 7 ملايين حتى 30 حتى 50 مليون. ترواز ارتيكولاسيون وكل معناها مانيش الطبيبه باش نشوف يقولوا ليه ما قلت بالك سالت كمان. احنا كيف نقدموا بالكدا نجموا معناها في الاشياء نتاع الراكيت نجموا معناها ان شاء الله والا 3 غيا لي غيا والا افيك دي كونسنتراتور نجموا نعاونوا الحقيقه. هي يعطيها الصحه. يعطيها الصحه على المبادره الطيبه. هي وحدها راهو كلمتني البارح خاطر انا عملتها قبل مع مالك الجزيري راهو. يعني عندي عملتها مع مالك في الكوفيد التحيه. لا في حاجه وقتها حبينا نعملوا كونستركسيون نتاع المستشفى سونتر دو غريف اول واحد في تونس. دونك اسوسياسيون مرام عملنا في التنس كلوب توت اون جورني وبعنا راكيت نتاع مالك الجزيري معناها مش اول مره راهو. داكوغ. ونحب نقول لكم اللي اول واحد طلب بالشيشي اسامه الملولي معناها محليه محليه يعطي الصحه معناها فريمون جو سي امي معناها يعطي الصحه. دونك كلمتني أونس قالت لي هجراني نحب نعمل حاجه. قلت لها هي جابت لي قالت لي نحب نبيع لا غاكيت نتاعي. قلت لها كيفاش تحب تعمل؟ قالت لي هذيك هو فكرتها راهو معناها انا قالت لي انا اسكو جو بو ميتر معناها النيميرو بتاعك؟ قلت لها بيان سيغ سان فيت بليزيغ كاو معناها سي ان اونور بور موا دو فاسون معناها أونس جبر. الناس الكل يلوموا قاعدين يلوموا. قلت لهم انا ما نتخيلش أونس ما تعرفش اللي راكيت نتاعها تنجم تتباع لشي الانترناسيونال تعرف كل شيء معناها علاش يلوموا ما فهمتش. هي حبت تعملها هكايا دون فاسون معناها بور لا تونيزي افيك اون تونيزيان كي ريبريزونت لا سوسيتي سيفيل مش انا وحدي هي انا شوازي. الناس تقلقت علاش اخترت هجر ادريس صحيح. ما نصدقش في الازمه هذه ما زلت ناس تنبر. معناها تنجم تكون اليشيل انترناسيونال هي تعرف أنت ماهيش معناها ناقصه. تنجم تبيع كلموني من لانجلتير شبيها ما تبيعت شبيها ما بعتهاش في درا شنو في سيا تحاسيلو معناها هي أنت تعرف تعمل ماهيش صغيره وانا شوازي انا ومستانسه بيا وتستحق انت يا هجر معناتها ما عملتش شويه ديزاكسيون. اي ودايوغ توا معناها واحد ما بروبوزي مريول نتاع معناها اون ايكيب من برا معناها مانيش معناها جو سوي سوليسيتي الله غالب الحمد لله يا رب الحمد لله ربي يعطينا القبول. انا راهو معناها انا جو سوي بور غيان معناها ولاو يقولوا لي يسخلوا لي انا جبت أونس راهي هي كلمتني وهي تسمع فيها ان شاء الله. وحتى وكان جبتها انت راهي حاجه ياسر باهيه كي جاتك الفكره وتقولها بوركو با نحطوا الغاكات. انا عملتها قبل عملتها جديده معناها عملتها انا عملتها مع الجولف مع ماهر بوشماوي. جبت القصريني الكل هما اون جورني بورت اوفيرت معناها في القصري في التيران دي بوس معناها لو سبور او سيرفيس سوسيال. انا بديت في تونس معناها ما غير فخرة. دونك مش هذا موضوعنا ان شاء الله نوصلوا نشريو اليونيتي هذه كامله ان شاء الله يا رب. وهي باش تختار لوبيتال تحب عليه وهي الفا جيغي سون ارجون معناها هجر. حتى لتوا قداش خلطت؟ بدينا 2000 دينار 10000 دينار هاو قاعدين يطلبوا معناها مازال تتشكر ميركودي ميدي هي انا شوازي كل شيء راهو معناها حتى الوقت. كلموني قالوا لي علاش نهار الاحد نحبوا نعملوا زوم افيك أونس راهي كونسونتري على لي جوز اولمبيك. تحب تترينا ما تحبش قلق
هذه العباد تعرفوا معناها بربي خا نفسروا للناس سامحني كيفاش سير لونشير هذا معناتها المزاد العلني هذا خاطر فما ناس تحب تشارك ولا تحب تشري تحب تعطي فلوس مش فاهمه يطلبني مثلا توا وقفت مثلا 10,000 دينار يطلبني يقول لي 10,100 بالتليفون معناها اي بالتليفون ولا بالميسنجر عطيت نمرو يتصل للناس كلنا اي وقتاش توقف المزاد معناتها وقتاش تقول ديميدي داكوغ معناتها فما وقت اي هي هي حبت قلت لها تحبش 3-4 جو قالت لك لي انا معناها هي حبت معناها سي با مون شوا سي تي كي شوازي معناها فهمت هي اللي تختار داكوغ دونك حتى لتوا 10 ملايين من هوني الميركودي ميدي ان شاء الله يوليو برشا فلوس 2 اور و demi ان شاء الله ان شاء الله واللي جاي مرحبا الحقيقه معناها يعطيها الصحه سي سامبوليك حبت تعملوا في تونس مع تونسيه أنس إلي كم ساعة معناها تحب تونس برشا أنس جابر معناها فهمت كنا نحب تونس وإحنا ماذا بينا نعاونوا تونس في الأزمة هذه والله العظيم وي الحمد لله معناها إن شاء الله إن شاء الله نوصلوا قلت لها نهزوا لك السبيطار اللي تحب عليه معناها إحنا ماك تعرف مشينا الولايات برشا ولايات وانتقلنا سيغ بلاس وإحنا من الأولين الناس اللي مشينا دونك قلت لها أنا أفيك بليزيغ البلاصة اللي تحب عليها نهز لك الماتيريال اللي تحب تشيه فهمت وكا وان شاء الله ربي يحمي تونس ويعطيكم الصحة يعطيك الصحة هاجر ادريس خلينا نذكروا بالنومرو نتاعك باش بالك فما ناس توا سمعوا ويحبوا يكلموك 99 56 15 99 56 15 13 عاودها بربي نعاودوا مرة أخرى هاجر 99 56 15 13 فوالا هذا النومرو اللي حاب يشارك في المزاد العلني هذا باش يشري المضرب نتاع أنس جابر اللي المداخيل نتاعو الكل ولا حاقه الكل باش يمشيو إعانات المستشفيات التونسية هاجر دريس شكرا ليك نورتني وربي فضلك يعيشك ميرسي بوكو دونك فوالا ما احلاهم لي جيست هذوما الجيست ستار جيست بسيتاس جيست ستار اسمه جيست ستار عليك انت علي اما ماهمش هما ماهيش بسيطه هي شوف توا حتى 10,000 حتى 20,000 بيان سور نعرف شكون عطاه 2000 2000 دي دينار اقسم بالله فما كوليكت اسمه شقاقه ما نعرفش شنو برشا هما بدينار قاعدين يتبرعوا وتلم دينار ودينار كله في الفايده وكله باهي وكله معناتها ماشي للحاجه نبيله وانسانيه راهو نحكيو على صحه نتاع تونس واحنا نعرفوا شنو اللي صاير ونشوفوا في ارقام يعني الحقيقه مفزعه قاعده تسجل فيها تونس عدد وفيات كبير برشا الحقيقه معناتها ما كناش نتوقعوا انه باش يصير فينا هكاكا مع الاسف مع الاسف مع الاسف اليوم الاف يعني من العائلات فقدت ناس منهم الحمد لله مش جديد على تونس راهو زاد نعرفوا المدى التضامني معناتها وصار قبل